السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة عند ميري ديليز. دي من تحضيرات رمضان غنقدم لكم وصفة رائعة، لي سيغار ديال لي زيبينار بالفرماج، كيجيو معلكين وبنان بزاف. والطريقة ديال التخزين ديال بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، غنحتاجو تقريبا كيلو ديال لي زيبينار مغسولين مزيان ومقطعين ومنشفين يكونوا ناشفين. عندي هنا تقريبا بصله كبيره مشلضه وتكون بصله البيضه ماشي الحمراء. عندي هنا جوج فصوص ديال الثوم، الملح والابزار. عندي هنا جبن كريمي كيف كيري او اي نوع من الجبن الكريمي، الفرماج روج مبشور، وهاد التبيله بالذات هي اللي كتعطي للسبانخ واحد البنه رائعه ديال البسطيله ديال الحوت، باش كيجيني المذاق فيهم بحال ديال الحوت. وعندي هنايا غنحتاج واحد معلقه كبيره ديال الصوجه. صافي، ودابا هادو هما المقادير اللي نحتاجو، ساهلين. غندوزو لتحضير الحشوه. اول حاجه كنديرو هي كنهضو مقيله فيها الزيت، زيت الزيتون، وكنشحرو فيها البصله ديالنا اللي كتكون مقطعه رقيقه. كيف قلت لكم البصله البيضاء او البورو لو كان كيكون احسن، اللي ما كاينش يستعمل البصله البيضاء. ونحاولو اننا نشحروها مزيان حتى كطيح وكتاخذ لنا اللون الذهبي. كنزيدو مع هادوك جوج فصوص ديال الثوم باش كيطلقوا لنا البنه، وكنبداو نزيدو لي زيبينار ديالنا شويه بشويه باش كيحافظوا على هذيك الخضريه اللي كتكون فيهم وما كتضيعش لينا. هذا هو السر باش لي زيبينار كيبقاو في اللون ديالهم. ما كنديروش كلشي في مره، وكذلك ما كيطلقوش لينا بزاف ديال الماء. كنديرو شويه بشويه يطيح وينشف شويه، ونزيدو الكميه الاخرى. راه هي ما كتعطلش، واحد الدقيقه راه كتكون طاحت. ملي كنديرو لي زيبينار ديالنا هذا هو الماء اللي كيكون كاع طلقو لينا. كنحاول باش من حتى لي زيبينار ديالنا ما كيطيحوش بزاف وما كيقفقدوش اللون ديالنا، ما نبقاوش نستناو حتى الماء كامل ينشف. كنحاول انني نعصرهم هكا شويه ونحيد منهم داك الماء، ونكمل في التشحار ديال لي زيبينار ديالنا. وهكا كنربحو الوقت وما كنبقاوش نستناوهم حتى كينشفوا على خاطرنا. دابا غنزيد العطريه ديال الحوت. فهاد العطريه تبارك الله راه ولات موجوده في كاع لي سيرفاس، زعما اللي كيتباع في لي غون سيرفاس، وحتى الهري ولا مول العطريه ملي كتقول لي عطريه البسطيله ديال الحوت ولا بسطيله ديال الحوت، التتبيله ديال الحوت راه كيعطيها لي. صافي، كنحركو كاع هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيتجانسوا لينا، وكنشوفوا لي زيبينار ديالنا صافي راهم نشفوا وشربوا العطريه. عاد كنزيدوا الفرماج. اي فرماج عندكم تقدروا ديروه، تقدروا ديروا حتى الفرماج المثلث العادي، ماشي ضروري ديروا هذا. انا كندير بعض المرات هذا الا كان متوفر، ما كانش كندير الفرماج المثلث، حتى هو راه كيجي بنين. نديروا واحد 5-6 الحبات على حسب شحال الكميه عندكم ديال لي زيبينار. صافي، ملي كنخلطوا مزيان وكيذوب لينا داك الفرماج وسط من وسط لي زيبينار. كيف لاحظتوا حقا نسيت، راني ما زدتش الملح في لي زيبينار هنايا، كنخلي الملح هي اخر حاجه، حيت الصوجه مالحه والفرماج كيكون مالح وما كي لي زيبينار دغيا كيملاحوا. الا زدنا الملح في الاول غيجيونا مالحين. الوغ كندوقوا ونشوفوا الكميه ديال الملحه واش هي هذيك. ما كانش صافي، شفتوا كيفاش كتجي الحشوه ديالنا معلكه وبنينه بزاف. صافي، هنا كناخد عدي الحشوه، خاصها تبرد تماما، خاصها تبرد. وعندي تما الدقيق والماء والورقه، غادي نحتاج الورقه الكبيره. وكيف كنقول لكم انا ديما كنخدم ورقه البخار، راها كتجي رائعه بزاف وكتصبر، خصوصا ملي كنجيبوها جديده وكنديروها في الكونجيلاتور هكا ملي كنعمروها، راها كتصبر وكتجي تم قرمشه وخفيفه، كتجي شغليضه. صافي، غنحاول نقطعها على نص، ومن بعد غنقطعها الارباع على ربوعه. صافي، كنحل الورقه ديالي وكنحاول ندير كيف ديما الجهه الحرشه هي اللي الفوق والجهه الرطبه هي اللي تحت. صافي، كنحاول كيف شو الجنب كنديه مايل، ما كنديروش نيشان، انا كنديرو مايل باش كتجيني السده هي هذه، نيشان كتبقى غاده ليا زعما مستقيمه.
الا ما بغيتوش ديروها الطريقه راه تقدروا ديروها من الجهه الاخرى، زعما من جهه المثلات حتى هي راه ممكن. المهم كيبقى الطرق كتختلف كل واحد كيفاش كيدير لها. انا كنديرها من هنا باش كتسد ليا مزيان وكاع الجوانب كيتسدوا ليا صافي. كنقطع ديك الجهه اللي كتبقى مقننه، بغيتو تقطعوها قطعوها، ما بغيتوش انا راه بعض المرات كنخليها بعض المرات كنقطعها على حسب. صافي كنسدو لينام ديالنا وها بهذا الشكل كيجيو، راهم ساهلين بزاف بزاف بزاف. بعدا انا هاد اللينب كل عام كنديرهم واللي ذاقهم كيقول لي اشنو دايره فيهم، سورتو العشاق شي واخا ما يكونش كيعجبوك لي زيبيناغ بهذه الطريقه راه كيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم وساهلين وماشي مكلفين. كنعرفوا حنا لي زيبيناغ ماشي غاليين بزاف، هما كيعكزونا في الغسيل ديالهم، ولكن ماشي مشكل نغسلو كميه كثيره ونخليوها تستقطر ونخدموا بهم. وهذه هي النتيجه بالنسبه للطياب ديالهم. كنحاولوا اننا نخرجوهم من الكونجيلاتور نيشان نطيبوهم في زيت سخونه باش ما كيتفرقعوش لينا. هذا هو السر ديال لي زيبيناغ باش ما يتفرقعوش لينا. ما تنساوش لايك الفيديو وتابوناو الا كنتو اول مره تزوروا القناه ديالي. وهذه طريقه جديد كيفاش بغيتو تدخلوهم الكونجيلاتور. انا كنشد كل وحده كندير لها السلوفان ديالها وكنديرهم في البلاستيكا كوم سا ما كيتلاصقوش ليا في الكونجيلاتور، ما كيشموش ليا ريحه الثلاجه وكيبقاو ليا في الشكل ديالهم كما هو. نتمنى ان هاد الفيديو كان يكون نال الاعجاب ديالكم. صيفطوا لي التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام غتلقاو اللين كنخليه لكم في لا ديسكريبسيون. وشكرا على التتبع.